أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أساس العمل الوطني من خلال قدرة المملكة وبتكاتف وتعاون الجميع على تجاوز التحديات كافة بكل قوة وعزم ومضاعفة العمل والإنجاز. وأضافت معاليها لدى تشرفها وعدد من كبار المسؤولين في الدولة بلقاء جلالة الملك المفدى أن ما تقوم به السلطة السلطة التشريعية وبالتعاون مع الحكومة الموقرة من جهود وطنية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الجميع، ودعم منجزات المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز النهج الديمقراطي ومبادئ وقيم حقوق الإنسان والتسامح والتعايش السلمي في دولة القانون والمؤسسات. وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز لما تحقق من إنجازات وطنية وخلق الفرص النوعيه ومعالجه التحديات عبر رؤيه وطنيه توافقيه تهدف لصالح حاضر ومستقبل البلاد من خلال الممارسات الدستوريه والقانونيه والحضاريه